السلام عليكم وامر الوادي امر في الدحال قال لكم مبارك سنه 2020 مقعد يد ما انت فكر واحد ويجيني مشروع له كل تورك ادورك اوكي سؤال كان بس ممكن يجيني واحد وين ما حي شنت الرسميه الاسلام معناها شنت الرسميه الاسلام مو حقه بس تفكير الاسلام الاسلام السؤال هذا ينكد مقصود يا سلام شنت الرسميه الاولى شنت الرسميه الاسلام واحد وين مكتوبات ارقام الاسلام خمسه اخوات وهي الحجة لا إله إلا الله حجة ما في ذكر الله قام صلاة الزكاة وقام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل وهذه أود أنا يا مامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتوب هذا شانل كاسيهام الأوف شانل فضلا سبسكرايب في اللايك على المامي ما أنت وحن دوننا سؤالا أيام دكتور وديننا سؤالا ما أنت أصلاً ما أفكر لكن هو سؤال استفود وحن فوق بلعبة يا ما قاعد يا بحكين يا مش جرب أوكي سؤال ما أنت دكتور وديننا وحن ويان وام حي شنت ركنية سلام شنت ركنية سلام حاوي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج الله البيت الله من استطاع إليه هذا يضم هذا أنت إيش لاشين وضع هذا ومرك لا إيو شانل كيمي سيهام لوف شانل تسود لو هذا سوالي يال مقعاد إيو مقعاد هو أولياء وحسين وحانت هو برونكا كريسكا دلمبروك أنا سوى ما كوه جيزن أنا فلنا ما تعرف هو بشان إن شاء الله بالله كريم ما أنت سؤال عندك في ديننا شو أشياء سواء هو محي شنت ركن الإسلام شنت ركن الإسلام هو الدين الإسلام والإيمان الحج من استدعى إليه سبيل رمضان رمضان هذا يوم ما سيد هلكا إبن شمد ورب كان عدنك لابدك حوض وديار وحي بوهري سير ولها كوحد وانيسن واني خبرد الله خبرد الله وهي عرقا ويتنشي خبر أصحابها وقال حسين ما شاء الله ما شاء الله ما تنسى ما تنسى ما تنسى ما تنسى ما شاء الله سوما أصبح عيسى مركا أدو فرحسنا اللي هناك هذه الضمه الله يرحم رئيسك عبد الله